كبيرة ومحاشي عرفتي أطباق إيه يعني. فأنا بطلبي دليفري بطلبي دليفري وبتعدي عن الطبخ ما بقول لا أبدا تتزبط تتزبطوا يعني سلام. فلذلك إذا كنتي في حالة نفسية سيئة لا سمح الله حقلك إيه لأن إحنا عنا مثل بس غير إسم لا 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 أكيد لا والله نسيان يلا ما هي مشكلة ألو ألو هلا نور كيفك وينك أنا لك وصلت عند البناية بس جبتي الأغراض اللي قلت لك عليهم جبت لي وصلتني عليهم بدك شيء كمان لا يلا ناطرتك يلا تأخرتي يلا ناطرتك يلا أوكي جاي يلا باي باي واخيرا انا اسفه تاخرت عليك واخيرا كالعاده دايما بتتاخري كيفك منيحه رمضان كريم ليش تعذبتي ثانك يو بس اهم شيء جبت الاغراض تمام ولو معقول انسى شوفي هلا انا بلشت بس يعني بدوني ايه لانه كثير تاخرنا وراح يقعدين عرفتي ايه اوكي المهم المقادير استجازه وبالحق هلا المقادير راح اقول لك عليها كيف أوكي. هلا شوفي اليوم راح اعمل لك لازانيا ومثل ما وعدتك وراح اعمل لك معجوقه لازانيا لانه ايطاليه ومعجوقه لانه حلبيه يا سلام فلذلك عملت لك ميكس مرتب هلا شوفي اللازانيا بلشت بالصوص ماشي. هلا المعجوقه شوفي عندنا اللحمه مفرومه اوكي مقدار تقريبا كيلو كيلو وربع اوكي رح شوي نحطها هون شوفي حطيت ثلاث بيضات وقدر خفقتهم وحطيت معهم بهار وملح اوكي تمام رح نضيفهم هدول الاثنين بنقدر نعتمدهم اطباق رئيسيه على بنقدر نعتمدهم اطباق رئيسيه طبعا هلا رغم انه نحن الحلبيه يعني اطباقهم الرئيسيه بتكون كبيره ومحاشي عرفتي اطباق اطباق إيه. فانا يعني. بس انا قلت اعمل لك شويه ميكس يعني انه يعني بما انه في ايطالي يعني مو معقول ما طعمك يعني الايطالي الاكل الايطالي فظيع بنحط لها هي شوفي شويه ملح اوكي اوكي كمان شوية بهار لأنه نحن حاطين أوريدي نحن حاطين مع البهار مع البيض صوص. لا نحن مع البيض اللي خاصينه حاطين معه بهار وحاطين معه ملح فبنحط شوية ملح بهار كمان للحمة أوكي طبعا حسب رغبة كل عائلة تماما بس رشة يعني خفيفة وهذا كعك مطحون رح نضيفه لحتى تمسك اللحمة تمام أوكي في كميات معينة هلا تقريبا شوفي هلا اللحمه هي كيلو كيلو وربع اوكي البيض مقدار ثلاث بيضات والكعك المطحون اوكي يعني تقريبا كاسه كاسه وربع هلا نحن بنشوف على العجنه اذا حسينا كثير مري بنرجع شوي بنزيد كعك نزيد كعك مطحون اوكي هلا رح نعجنه مع بعض تمام وبحكم انك انت عايشه حياتك بين سوريا وايطاليا والامارات قد ايه تغير معك سفرة الفطور؟ هلا ضفتي اصناف جديدة؟ هلا سفرة الفطور خاصة هلا مثل ما قلتي لما عشت بالامارات هلا اول كان انه بس على ثقافتين اللي هي الايطالية والسورية فكان دائما اطباقي يعني بتعتمد على الاكل الايطالي والاكل الحلبي هلا بينما لا ضفت اكيد تعلمت اكلات مغربية مثلا كسكسي كمان الاردنية مثلا عندهم منسف يعني منسف الاردني الاردني المسخن ايه عرفتي فلذلك هون كمان تعلمت صار يعني قصص سفره متنوعه اكثر اكيد طب والاكل الايطالي مثلا ما بعرف كيف اجواء رمضان بايطاليا هلا شوفي اجواء رمضان بايطاليا اكيد خاصه اذا كنتي بمدينه قليل فيها نسبه العرب ما بتحسي بجو رمضان هلا نحن بمدينه قليل نسبه العرب كثير فما بنحس بجو رمضان بينما هون لما جيت على الامارات عشت نفس الجو اللي كنت عايشه بسوريا سوريا نفس اجواء رمضان نفس هيك بروحي العزايم اللمات الرفقه عرفتي أيه. هدول الفطور السحور الخيام الرمضانيه اكيد بايطاليا ما في هذا الشيء نهائي فانت بتحسي بايطاليا انه انت صايمه لحالك وحيده لوحدك بس انه شو الاكل الايطالي اللي كنت مثلا تحسي انه
حلو يتاكل على الفطور برمضان. هلا شوفي في عد، هلا انا قلت لك لازانيا بفضلها دائما على الفطور لانه هي اكله ايطاليه واكله بفضلوها كمان كثير، يعني مثلا نحن بسوريا كثير دارجه عندنا انه بسوي لازانيا. اوكي طبعا كمان انواع المعكرونات. هلا بايطاليا اكيد ما عندهم نوع معكرونه وحده، في انواع متعدده ان كان بالصوص الابيض وان كان حتى بالباذنجان وان كان بالسلمون، فانه عندهم كثير يعني اصناف المعجنات مو نوع واحد اكيد. البيتزا اكيد كمان ممكن واحد يحطها كمقبلات لرمضان يعني ممكن نستعين فيها. هلا اكلات ايطاليه ممكن نعمل في شرحات بالدجاج بتعمليهم على طريقه مع صوص احمر وجبنه واشقوان، هي كمان هي ممكن تستخدميها برمضان يعني كطبق كمان اساسي. طريقه الاكل بايطاليا نحن كيف طريقه التقديم كثير مختلفه عن بلادنا، يعني ما انه بتحطي نحن السفره كلها كامله مثل ما بنعمل يعني ببلادنا، نحن بنحط كل شيء على الطاوله وخلص نقعد نفطر او نقعد نتعشى. لا بايطاليا عندك في شيء اسمه المقبلات اول، يعني بتحطوا على الطاوله المقبلات، بنعمل مقبلات تكون لها صحون كمان على المقبلات. في الطبق الاول اللي هو معتمد دائما بيكون الاعتماد الاساسي على المعجنات، كان لازانيا كان مثلا في اكل اسمه تورتليني ان كان سباجيتي اي شيء مهم معجنات او رز. وبعدين بنقام هذا بنشال هذا الصحن في الصحن الثاني اللي هو بيعتمد على اللحوم، بس هذا الشيء ما بسويه يومي، يعني هذا بيعتمدوا اكيد لما يكون في عزايم في هذا فيومي بتحسي هن بيختصروا، يا اما بيختاروا الطبق الاول اللي هو معجنات واغلبهم بيختاروا الطبق الاول معجنات اللي هو على الغداء، واغلب العوائل مساء بيختاروا بس الطبق الثاني اللي هو بيعتمد على اللحمه. يعني هي اغلب العوائل الايطاليه، بس لما انت تكوني معزومه عند حدا او هن معزومين لعندك لازم يكون عندك يعني هذا هذا التدريج. بعدين اخر مرحله طبعا هي بتجي الاجبان مع الفواكه، واخر شيء ختاما بحطوا لك الحلو. ما بيشبعوا طبعا كثير اكيد، بس كله كمان بيكون يعني هلا نحن شوفي اذا جيتي للواقع بالعكس ما نحن عم ناكل اكثر منه، بس حاطين كبره بس حاطينه كله على الطاوله، ما يمكن ما بتحسي حالك عم تاكلي تماما، بينما هن لا على اصناف على تدريج. بعدين بالنسبه لهم العشاء او الغداء هو زياره، يعني انت زياره كامله انت بتقعدي فيها بالزياره على العشاء. كل زياره فانت مثلا انت رحتي عند حدا معزومه على العشاء انت قضيتي معه زياره كلها على العشاء، السفره بتقعدي بنحط اول صفحه من اول ما تدخلي من اول ما تدخلي بتطلعي من السفره على الباب، بتطلعي من السفره على الباب انت بتكوني قضيتي مثلا سهره ساعه ونص ساعتين على السفره عرفتي ايه، بتكون هيك. بينما احنا ببلادنا مثلا ما تكون مثلا اوكي اجوا ممكن تقعديهم دغري على السفره بس ما بتكون سهره كلها على السفره، بعدين السفره على الصالون على الصالون تماما بعدين ايه. وحتى يمكن الحلويات نحن عنا ما بنحطها على طول، ونحن الحلويات ما بنحطها على السفره بنكون بعد ما خلصنا الاكل بنحطها بغير مكان تتقدم تمام تتقدم على هلا شوفي اللحمه شوفي انعجنت مع البيض ومع الكعك هلا صارت مناسبه جدا عرفتي للمد. شو خطوتنا الجاي؟ هلا اهم شيء قلت لك نعجنا كثير منيح. هلا خطوتنا الجاي نحن رح نقلي الفطر اللي رح لانه هي المعجوقه هي عباره قلت لك لحمه وبيض بيض يعني لحتى نعجن فيها وكعك مطحون، وبعدين رح نقلي نحن الفطر لحتى نحشيها فطر وجبنه. اوكي وبنعملها مثل كيف طريقه الكبه الصينيه، بنمد بالارضيه وبعدين بنحط المكونات بالنص ونغطيها وبترجعي بتغطيها نفس الشيء تماما. اوكي رح تشوفي ثواني رح اقلي الفطر وبعدين بدك ساعدك؟ لا لا از اوكي تمام. طب ومن الفطور للسحور شو مثلا ممكن دائما يكون موجود سواء حلويات او حتى مقبلات او اطباق هيك؟ هلا شوفي من الفطور للسحور ممكن يكون في دائما مثل ما قلتي حلويات مكسرات عصاير. والحلويات بتعتمدي الايطالي او هلا حسب يعني هلا نحن كعائله بنفضل دائما التقليدي. حلويات اللي كثير بنعتمدها كمان الكنافه، فعجينه الكنافه نحن ممكن نعمله حتى بالبيت. المعروك كثير مهم، معروك بجبنه، معروك بشوكولا، معروك
بمربى، صار عندنا عدة أنواع للمعروك بكل شيء، بزبيب، معروك سادة، فإنه يعني هدول معروك لازم يكون أساسي موجود. في خيارات كتير طبعاً، لازم يكون أساسي موجود بالبيت. هلا شوفي نحن بعد ما شوفي دابت الهدائي رح أحط الفطر. أوكي، هلا في منهم بحطوا الفطر دغري بدون ما يقلوا، انا بفضل لو شوي تقلي افضل، يعني بيعطيه حتى طعمه مختلفه. انت بتعرفي اي شيء هيك بتعطيه شوي تحميره لطعمته ايه مختلفه بتصير. هلا نحن الصوص الاحمر فينا نطفيه لانه اوريدي خلص عقد منيح. بتجربي تتبعي نظام غذائي معين برمضان؟ هلا برمضان صعب تتبعي نظام غذائي بسبب انه انت اولا بتكوني كثير عندك ارتباطات، ان كان بالبيت ولا خارج البيت، عزايم، قصص، فانه كثير صعب ترتبطي بنظام غذائي. بس يعني قدر بس انه مثلا بتجربي تاكلي اكل صحي قدر الامكان، انه يكون يعني مثلا انت تنقي القصص اللي هي اكثر صحيه، يعني بتاكلي مثلا القصص اللي فيها كريمه، هدول القصص اللي يعني غير صحيه. يعني انا عن نفسي بحس الاكل حاولي غير مثلا صحي اطيب. حاولي هو اكيد حاولي مثلا لحمه تكون لحمه يعني قليل الدهن اللي فيها، ايه عرفتي؟ فانت ايه نفس الخيارات فيكي تختاري، كثير اعتمدي على الفواكه الخضار اللي بعد يعني بعد الافطار، ايه اشياء خفيفه تمام. الشوربات على الافطار كمان شوربات ايه. شو بتحطي الشوربات عاده برمضان؟ هلا ممكن شوربه البصل، شوربه الفطر، في عنا شوربه العدس اللي الكل بيستخدموها اكيد، يعني مو بس نحن السوريين، ايه عرفتي؟ شوربه الذره، شوربة الخضار بشكل عام، يعني خيارات متعددة تمام. بس هلا يعني انا بفضل الشوربة دائما تكون موجودة على السفرة، لا اولا صحية، وثاني شيء انه انت بحاجة لسوائل اول ما تفطري، صح؟ يعني ما تكون بحاجة لتاكلي شيء. تبدأي بالشوربة والسلطة، هلا تبدي بالشوربة والسلطة وبعدين رح حرك الفطر. ايه شكرا، شكون عم ساعدك. شكرا لك. تحمر صح؟ يعني جبتك أشغلك كمان. لا لا أنا مستمتعة كتير، أنا كتير بحب الفطر، يعني بحب ينضاف على كتير أكلات، يعني كان الاختيار مناسب. موفق جدا، أنت بتعرفي عندي علاقة حب مع أكلك. الحمد لله. أوكي هلأ بعد ما نحطها بالصينية، اوكي هلا شوفي بدنا نصير المده، شايفه؟ اوكي وعملي لها حرف صغير لحتى نحن نقدر نحط بقى الفطر ايه هون بالنص، ونحط الجبنه الاشقوان. تمام. شوفي هلا اكيد اهم شيء انه يكون في تجانس، المده كثير منيح تجانس، ايه ما تكون في فراغات، لا يكون في تجانس. هاتي شوي ثواني، اعطيني عنك. لا لا تركيها تركيها، يسلم ايديك. اوكي لحتى استحكم لها. اوكي هلا انا بحاول ما انزل مع الزيت، يعني طالما بدنا ناكل صحي ايه على اساس. ايه هلا معلش يعني رمضان اكسبشن. شايفه هلا بنحطه كله. قد ايه مهم تكوني مبسوطه وانت عم تطبخي حتى يطلع نفس طيب. هلا شوفي اهم مبدا بالطبخ او الشخص اللي يطبخ يقدم الطبخه للي حواليه او لافراد البيت يكون هو بحاله نفسيه حلوه، لانه الطبخ كثير بياخذ من نفسيه الشخص الطاهي يعني، وبنقلها للافراد اللي عم بتناولوا طعامه. فلذلك اذا انت كنتي بحاله نفسيه سيئه انت نقلتي لهم كل هالطاقه السلبيه لهم. يا سلام. فلذلك اذا كنتي بحاله نفسيه سيئه لا سمح الله اطلبي دليفري، اطلبي دليفري وابتعدي عن الطبخ، لانه انت بتكوني عم تنقلي لهم اياها للاشخاص اللي حواليك، وحرام يعني ما بيستاهلوا. شوفي هلا هي الجبنه الاشقوان. اوكي كل ما كثرتي اطيب، لانه بتكون بعرف انه انت كمان من محبي الجبنه. اي والله انت اليوم عم تعذبيني. فاليوم اخترت لك القصص اللي انت بتحبيها. يلا ما بقي شيء للافطار. في انواع جبنه ثانيه مثلا ممكن نستخدمها؟ هلا انا لازم هذا. هلا انا بفضل الجبنه الاشقوان لانه اول شيء هي بتذوب وطعمتها طيبه. هلا ممكن تستخدمي الموتزاريلا، الموتزاريلا كمان يعني حلوه مع هاي
هلا شوفي هي عبيناها. اوكي هلا هنرجع نحط طبقة لحمة. هلا بدنا نحط طبقة لحمة، شوفي شلون بنسويها، وكمان نرجع نمدها. بس هلا صار بده يصير مدها شوي اصعب من قبل، فبدنا نحاول نمدها هيك على كفنا ونبلش نلزق فيها. تحبي تساعديني؟ اكيد. شكرا. بس الايدي بس. انتي بس مدي لي اياه هون واعطيني اياه. اوكي. ثانك يو. هي عقوبة اللي بتأخر. لا عادي، أنا حابة أساعدك أصلا لأني تأخرت عليك، عم كفر عن ذنوبي. هلا منيح ما هذا يعني جبتي الأغراض المطلوبة. إيه بسترجي؟ لازم أجيبهم. متأخرة وما أجيب أغراض؟ هيك صح؟ إيه هيك، إيه مديها أكثر، خليها تكون أرق لحتى تكفي تسكر الصينية كلها. بتزينيها بشي؟ هلا بالعادة أنا بزينها بالجوز أو لوز حسب. ما فينا مثلاً يعني بتحطي لوزة لوزة، عرفتي؟ مثل ما بتساوي بالكبة بصينية. بس مثلاً ما فينا نرجع نزينها بشوية جبنة؟ لا 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 أكيد لا. سايحة؟ لا خلص الجبنة سايحة صارت جوا، يعني ما بقى لها داعي، عرفتي؟ أي. هلا أنا برأيي القطعة منيحة صح؟ يعني ما في داعي أصغر منها. لا لا تمام. شوي صار الخط بالمايل، شكلي جوعانة. عادي هلا بنحط عليهم اللوزات. فلا كثير صار الخط مايل، يلا ما هي مشكلة. الصايم معذور. هلا شوفي نحطها على درجة 180، اوكي بس بكون اوريدي نحن شايلين الفرن محمينه. هلا شوفي بدنا نحضر البشاميل. اوكي هلا في بالعاده بتجيبوه ظروف جاهزه، انا بحب لا احضره بالبيت. حضري بالبيت. إيه. حطيت مكعب ماجي. اوكي نحط شويه زيت. اوكي واحطه على النار، وكميه التحضير حسب كميه حسب الكميه اللي انت ايه. شوفي عجقت عجقت المكان هون انا. عادي عادي. وراح شقل عليه وشوية طحين. اوكي هلا بعد ما تذوب الماجي الماجي مع الزيت تحمص رح نستخدم شوية طحين نحمصه للطحين. وهي اهم شيء، هي طبعا اهم شيء، والحليب انا حطيته اوريدي صار له نص ساعة يعني سخن، هو لازم يكون حليب غالي. اوكي برجع هلا بشعل عليه. يعني ما فيكي تحطي فوق الماجي بارد والطحين المحمص، ما بصير تحطي حليب بارد، لازم يكون حليب غالي. حليب غالي ايه. طب الصوص فينا مثلا نزيد شيء بمكوناته ولونه؟ هلا شوفي لا هلا مثل ما بتسووه بايطاليا هو هالطريقه. هلا بعدين سوريا مثلا احيانا نضيفوا الاوريجانو، انت لما ضفتي الاوريجانو نزعتي اصلا الاكله كلها، لانه هو اللازانيا ما بنحط لها اوريجانو. عرفتي فبتنزعي الطعمه، ما بتصفي اصلا اللازانيا، بتصفي شيء ثاني. اكله جديده. تمام. هلا في شيء ثاني نحن بنسويه بايطاليا كمان، يعني ممكن طريقه كمان حلوه للازانيا، بدل طبقات اللازانيا تستخدمي فيهم عجين، ممكن تجيبي باذنجان تعملي شرايط وتقليهم وتستخدمي الباذنجان بدل العجين. واو ايه ونفس طريقه التطبيق، يعني بتحطي صوص احمر نفس الطريقه بس بدل اللازانيا باذنجان. ايه وبتحطي جبنه ومثل ما هو تماما مثل ما هلا عم نسويه، بس بدل ما تحطي يعني تحطي ورق اللازانيا بتحطي هلا ممكن في ورق لازانيا كمان اذا بتعرفي في ورق لازانيا اخضر. ايه ممكن تعملي ميكس، تعملي ورق لازانيا اخضر مع ورق لازانيا ابيض بيطلع شكل، فبتطلع شكله بس النكهه صح؟ ما دخل بالنكهه يعني ابدا، بس شكل تنويع بالشكل. ايه بس شكل، النكهه نفسها تمام. هلا احيانا اللازانيا بدل الصوص الاحمر ممكن تحطي سبانخ وجبنه كمان وبشاميل وكمان طبقيهم طبقات مع ورق اللازانيا. على فكره هيك عم بتصير اغنى
يعني هيك عم بتصير أتقل. لا بالعكس كتير صحية، لأنه أنت لما بتسويها عم بتسوي سبانخ، سبانخ صحي. إيه بس قصدي مكونات أكتر. إيه يعني أكتر من مجرد صوص. لا الصوص ما بتقعدي بتحطيه، يوم بدك تحطي سبانخ بتشيلي الصوص وبتحطي بداله سبانخ. ايه هلا شوفي رح نوطي، حطينا على النار الواطي لانه اذا حطينا على عالي كثير. شوفي وهلا بنبلش نسكب الحليب. ايه هلا بتقدري تساعديني؟ اكيد تسكبي لي الحليب انت شوي شوي وانا بحرك. تمام طالما رح تساعديني رح اتركه على النار العالية. هذا بكفي، لازم تضلك عم بتحركي ولازم ضل الحرك لانه لحتى ما يكتل الحليب. كامل؟ كامل ايه. شايفه هلا بلش يسمك؟ اوكي. خلص صار تمام وما كتل. شايف كيف صار؟ ضلوا عم يتحرك. هلا بضل عم يتحرك. بعدين انا بعمل طريقه كثير سهله، بدمج الحليب البشاميل، يعني البشاميل بدمجه مع الصوص الاحمر صوص. فما بحط معلقه صوص احمر ومعلقه بشاميل بالصينيه، لا كونوا مدموجين وخالصين. حطهم دغري وبضلك تحركيهم لا 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 هلا لا لا اول شيء بحركوا هذا لوحده لحاله خلص. ايه هلا هلا هذا شو حركي خلص البشاميل. اوكي البشاميل خلص، بتعرف رجي كيف صار هلا البشاميل خلص. اوكي ليك أنا شو بعمل؟ خلصت البشاميل. اوكي وبالمكعب الماجي اللي حطيناه نحن استغنينا عن الملح وعطى طعمة مكعب ماجي. حلو هلا حندمجهم؟ هلا رح ندمجهم مع الصوص الأحمر. اوكي هاي سهلت علينا الطريقة عرفتي بغير ما والله نحن نحط معلقة معلقة من هاي معلقة من هاي. لا خلص تدمجي نحن دغري. ايه هاي صح اسهل وكأنه هيك النكهات بتمتزج اكثر فبتعطيكي بالتالي تمام. شوفي هلا صاروا اندمجوا مع بعض. هلا بنبلش التطبيق. هلا نطلع الصينية. حاسه حالي بدي غازلها مو عارفه كيف غازليها لانه كل ما حبيتيها وغازلتيها اكثر اصلا تطلع اطيب. كل ما كان نفس اللي عم يطبخ انا مو قلت لك بدها تكون نفسيتك كثير مبسوطه ومروقه لحتى تطلع طبخه طيبه. لا على هيك معناها كثير. فهلا شوفي نحن صارت اندمجوا ببعض. نحن بنحط اول طبقه خفيف ما كثير يعني بس المهم بنحطها ضمن الصينيه كلها. اي تمام اوكي تمام نعبي الصينية تمام نص. هلا بنبلش نطبق الورق. تمام الطريقة نسكر عليهم كلهم. تعمليها طبقات؟ طبقات هي ثلاث طبقات لا يفضل أكثر ولا أقل لأنه أقل كثير قليل وأكثر كثير سميك يعني بتصير كلها عجين. فأفضل إنه ثلاث طبقات. هلا هي الطبقة الثانية. الطبقة الثانية هلا بقى لما بتبلشي شوفي الطبقة الأولى أول شيء لما حطيتي الصوص ما بتحطي جبنة لأنه أنت إذا حطيتي جبنة بالأول شيء أنت لزقتي الجبنة بالصينية عرفتي فإنه مو منيح. بس هلا بتقدر هلا بين الطبقات طبعا بدك تحطي جبنة وكل ما كترتي جبنة كل ما كانت أطيب. يا سلام هلا بين الطبقات بتكتري جبنة. الأكلتين جبنة سايحة لك كتير هيك كتير بس حتحطي بهاي الطبقة صح؟ في كمان في لسه بكل طبقة وبعدين أهم شيء أصلا بالآخر. هلا كمان هون هاي الطبقة تتحمل شوي. هلا بنرجع بنحط ورق. هاي صارت الطبقة الثانية أوكي تمام. سكرتها كلها. خلصنا الطبقة الثانية عم نحط انا ببدأ بالطبقة الثالثة. لا لسه هلا هاد عم غطي الطبقة الثانية. ايه لحتى نحط الطبقة ايه لنحط الطبقة الثالثة.
اللي لي صاروا جاهزين صاروا جاهزين ولحقناهم قبل الافطار. اللازانيا طبعا جهزت. يا سلام. هاي المعجونة جهزت. يا سلام. وباقي علي طبق الصفرة كتير هيك ونقض. شكرا كثير لك عزبتك معي. نورتيني وبالعكس انا كثير مبسوطه انه انت رحت يعني جيتي اليوم لعندي على الفطور وان شاء الله يا رب هيك تطلع الاكله طيبه اكيد وتضل هيك شهادتك فيني نفسها ما تغيريها ما تغيريها. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. يلا هلا رح نطبق الصفره يلا نطبقها سوا. مشاهدينا مثل ما شفتوا تعرفنا مع نور على طريقه تحضير اللازانيا الايطاليه والمعجوقه الحلبيه وطبعا ما عم بتكون قديش الريحه بتشهي. بتمنى لكم صياما مقبولا وافطارا شهيا. بشوفكم بكره بحلقه جديده وطبخه جديده.